انطلق بحفظ الله وسلامته هذا الشوط، الشوط الثالث عشر في المجموعة، الشوط الرابع، الشوط الخامس للبكار من مسافة 1200 متر، اللي في أول مراكز هذه أحلام للسيد علي بن صالح بن حبونة، أما في ثاني المراكز من الجانب الأيمن هذه الدرعية للسيد عبد الهادي بن علي بن عبد المري في أول مراكز في هذه اللحظات، أما في ثالث المراكز هذه العنود للسيد فاران بن عتيق بن قريع المري في ثالث المراكز، رابع المراكز هذه الريم للسيد حمد بن راشد بن حمد البيضاء في رابع المراكز، خامس المراكز اللي هي شاهينية للسيد ناصر بن علي بن عوض المري، ولكن روح مع بن عبد الروح راح بن عبد بن ناموس وراح بالمركز الأول في هذه اللحظات، هذه الدرعية للسيد عبد الهادي بن علي بن عبد المري في أول المراكز، أما في ثاني المراكز هذه أحلام بدعود مكياد أحلام للسيد علي بن صالح بن حبونة المري مع أحلام في ثاني المراكز، ولكن بن عبده في أول المراكز ومسيطر سيطرة تامة السيد علي بن عبده أو عبد الهادي بن علي بن عبده المري، نقول سلام يا أم صلال، سلام سلام، لو لم يكن لابن حبونة رأي آخر، ولكن شوف بن عوض في ثالث المراكز واصل بكل قوة في هذه اللحظات، هذه رقم أربعة الشاهينية للسيد ناصر بن علي بن عوض المري في ثاني المراكز في هذه اللحظات، وبن حبونة من الجانب الأيمن أحلام، ولكن هذه الشاهينية للسيد ناصر بن علي بن عوض المري، نقول تهانينا والناموس على هذا فوز للسيد ناصر بن علي بن عوض المري في ثاني المراكز، هذه أحلام تعد ملكية أحلام للسيد علي بن صالح بن حبونة في ثالث المراكز، الدرعية للسيد علي بن عبد الهادي أو عبد الهادي بن علي بن عبدة، نقول تهانينا والناموس، التوقيت الزمني دقيقة وخمسين ثانية وأربعين جزء من الثانية، تهانينا والناموس، وما زال أفضل توقيت مع نمرود للسيد سعيد بن زايد بن سعيد الخياري، نقول تهانينا والناموس للفائزين.